أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم
لهم إن كنتم